زواج رضوى الشربيني من رجل أعمال شهير وراء إعلان ابتعادها أثارت ضجة واسعة بسبب تصريحها. ستات كتير وبنات كتير بتشتكي من قلة الاهتمام، من قلة الحب، كلهم بيقولوا إنهم طول النهار. لا يزال قرار الإعلامية المصرية رضوى الشربيني المفاجئ بإنهاء تعاقدها مع قناة سي بي سي وابتعادها عن الشاشة يتصدر حديث الإعلام والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجديد هذا الموضوع ما تم تداوله عن أن السبب في قرارها هذا هو زواجها من رجل أعمال شهير، الأمر الذي دفعها إلى الخروج عن صمتها والتعليق بسخرية على هذا الأمر، ونفته بطريقة غير مباشرة إذ كتبت: أحلف لما جوزك يبقى قاعد جنبك، ها جوزك ده الرجل المحترم ده، وقاعد بيبصبص لواحدة بنت. هذا وكانت أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني انتهاء تعاقدها مع قناة سي بي سي سفرة بعد 9 سنوات من تقديم برنامجها الشهير هي وبس. وحقق البرنامج خلال فترة عرضه نجاحاً واسعاً في مصر والوطن العربي، وأصبح من أكثر البرامج متابعة بين النساء بفضل محتواه المتنوع. وفي بيان رسمي أعربت رضوى عن شكرها العميق لقناة سي بي سي سفرة على تلبية طلبها بإنهاء التعاقد، كما وجهت شكراً خاصاً للشركة المتحدة للإعلام مشيدة بالخبرات والمهارات التي اكتسبتها خلال فترة عملها معهم، كما أعربت عن تمنياتها المستمرة بالنجاح والتوفيق للقناة وجميع العاملين فيها. وجاء في بيان رضوى الشربيني: أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق. وختمت رضوى الشربيني كلامها بالقول: كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي، وإلى لقاء قريب بإذن الله. ولم يتضح بعد السبب الحقيقي لاستقالة الإعلامية المصرية من القناة التي كانت شهادة على نجاحاتها وانتشارها، ولم يتم التأكد من الأخبار المنتشرة حول انضمامها لقناة عربية تبث بعض برامجها من العاصمة المصرية القاهرة. هذا ولم تنس رضوى الشربيني جمهورها، حيث عبرت في ختام بيانها عن امتنانها الكبير لمتابعي برنامج هي وبس على دعمهم المستمر وحبهم الذي كان عاملاً أساسياً في نجاح البرنامج، وختمت بتأكيدها على لقاء قريب مع جمهورها في مشاريع مستقبلية لاحقة. يذكر أن برنامج هي وبس كانت آخر حلقاته بشهر يونيو الماضي، حيث استضافت بها ماجي بغصن للاحتفال بنجاح مسلسلها عأمل الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.